بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا درس جديد، وهذا الدرس طلبوه اعضاء دوله المجر العربي. راح الدرس لهم، وايضا اشارككم الدرس للفائده. درسنا اليوم درس نينجا اسمه شيمي. شو اسمه؟ شيمي. شيمي عاده احنا عندنا في النينجا مجموعه اسمها مجموعه شيمي وازا. شيمي بالياباني تعني خنق. خنق يعني في ناس يسألوني مثلا ليش مرة تقول صيني ومرة تقول ياباني؟ أنا وأنا أتكلم عن فن النينجا العربي. فن النينجا العربي هو خليط من الفنون الصينية والفنون اليابانية والفنون العربية القديمة و و و و و فبحكم أنه ممارس كونغ فو ثلاثة دان سابقا، أستطيع أن أعطي دروس كونغ فو أو دروس صينية، ولكن تخصصي نينجا، ومع تلاميذي ومعكم لن أبخل بما أعرفه من معلومات صينية أو دروس صينية أو دروس يابانية أو دروس عربية قديمة، عشان لا يختلط عندكم الموضوع. الآن درسنا ياباني، ياباني قديم جدا، اسمه شيمي. شيمي تعني خنق، أي طريقة خنق. والخنق دائما تعرفوه في الشارع، وحركة مهمة جدا وفعالة في أي قتال أو بدون القتال، حركة دائماً فعالة. نجي الآن حنتعلم كلمة شيمي. لما نقول شيمي نجي معناته جمع، بالإنجليزي شوكس، تمام؟ أو شوك اللي هو خنق. لما نحط إس يصير جمع. بالياباني لما نقول شيمي جمع، لما نبغى نفردها نقول جيمي. جيمي، تمام؟ بس. جيمي شيمي. الناس يقول ليش تتكلم كثير بالفيديو؟ لأنه فنون الدفاع عن النفس دراسة ونهج طويل، وليس حركتين من اليوتيوب كما يفعل البعض ويجي يرميها لكم دون أي اسم ودون أي معنى، تمام؟ نيجي ناخذ الشيمي. الحركة من الشيمي الأم أبنائها، ناخذ الحركة الأولى نقول مثلا حركة هون جيمي. شو اسمها؟ هون جيمي. هون جيمي. هون جيمي نضع إبهامنا هنا، تمام؟ لما تتماسك مع شخص يتماسك معك، انت تضع ابهامك ركسوره. طبعا في القميص، اي قميص يجي، ولكن انا ما حقطع له التيشيرت الخفيف. اوكي، حمسك الجي، تمام؟ ايش معنى جي؟ البدله. اوكي، حمسك الجي، ابهامي ركز، ابهامي في داخل من داخل البدله ومتجه لاسفل. اوكي، الاصبع الصغير متجه لاعلى، ظهر القبضة متجه لوجهك من هنا، تمام؟ بعدين أمسك الجهة الثانية وأرفع الساعة. بس آسف، تمام؟ هذه اسمها هون جيمي. معلش عزو ما حشد عليك. أوكي، لما نيجي واحد ماسك معاك على طول انت أوكي، إصبعك بالطريقة هذه ترفع ساعدك للقصبة الهوائية وتسحب القميص او الجاكيت مش امام، ب 45 درجة مائلة حتى تصل للعصب اللي جاي منه الهواء هذا وتكتمه بالكامل. لاحظ طريقة سحبي ما هي للاسفل، 45 درجة. ها اوكي، يدي تطلع فوق ويدي الثانية تسحب 45 درجة واخلط. ولو في جدار جنبك دفه على جداره وعلى سيارته، عرفت؟ واسحب لحد ما اوكي. ترى حركه خطيره جدا، ولا تنفذوها الا وقت الحالات الضروريه، لانها قد تؤدي الوفاه. الحركه الثانيه ايضا على طلب الشباب اللي هم طلبوا جياكو جيمي، تمام؟ جياكو جيمي. سوينا هون جيمي، حناخذ جياكو جيمي. جياكو جيمي نفس الحركه، ولكن ما تحط ابهامك اسفل، بالعكس تحط ابهامك اعلى، انك تدخل اصابعك الاربعه ابهامك يكون فوق هنا، شايف؟ تمام؟ وتمسك الجاكيت نفس الشيء وترفع نفس الشكل، تمام؟ وتنزله اسفل. احسن حاسب واصل؟ امانه يا عزيز، حركه خطيره ولا لا؟ خطيره على القصب على طول. اوكي، الحركه ما فيها مزاح، ما فيها من كل مكان، نحاول قد ما نقدر انه نوصل المعلومه، اوكي؟ بس. تمام؟ هذه هي، لاحظ؟ لاحظت؟ ايش الفرق بينها وبين هون؟ رفع الابهام الى اعلى. هون كانت هنا. مظبوط. تمام؟ جياكو هنا. نعم. هون هنا. جياكو هنا.
واصل؟ يس. الإبهام يروح فوق كأنك تبى تضربه فوق، زر على الحنجرة، أمسك القميص وشد بأقوى ما عندك. الجاكيت اسحبه 45 درجة، مش هنا، أنا لو سحبت هنا ما بسوي شيء، اسحبه كذا، تمام؟ كروس. يس. واصل؟ يس. الكحة هذه طبعا غير مصطنعة، لأن هذه نتيجة الخلق. تمام؟ يس. تابعوا الدروس القادمة وروحوا لموقع النينجا العربي ninja.com الظاهر معاكم الشاشة، واتجهوا لصفحة مصطلحات النينجا، في حالة تهتوا في مسمى هتلاقوا كل شيء موجود. تحية للوطن عبد العزيز، وتحية لكم أيضا.